اهلا بيكم، رجعنا لكم مره تانية اعزائي المشاهدين. هنفتح ملف الاقتصاد المصري. الاقتصاد بيمر بمرحله من الاستقرار النسبي، مؤشرات كثيره تراجعت ومؤشرات ثبتت، وحقيقي يمكن تقارير عالميه كتير بتشيد بالصحه الاقتصادي، تشيد الاقتصاد المصري، بتنظر نظر تفاؤليه لهذا الاقتصاد خلال الفتره القادمه. طيب ايه اللي بيحصل على الأرض الواقع؟ احنا دايما كعادتكم معانا دايما بنجيب الخبراء اللي في السوق، اللي هم الناس اللي هم بيشتغلوا بقى بايديهم، الناس اللي هم قريبين فعلا منكم ومن الاقتصاد ومن دول اتخاذ القرار، على اساس نقدر نطمن بشكل اكبر. معانا ضيفنا وضيفكم على الهواء مباشره الاستاذ ايهاب سعيد، عضو مجلس اداره البورصه المصريه وخبيرنا الاقتصادي الكبير. مساء الخير ايهاب، اهلا بيك. مساء النور يا فندم. مساء النور على كل الساده المشاهدين، او صباح الخير بقى. صباح. هنبدا عن تقرير فيتش للاسواق الناشئه. قالت فين التقييمات الأسواق الناشئة معرضة لانخفاض بسبب الديون، تقييمك للتقرير ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة هو يمكن تقرير سلبي نسبيا، لكن يعني بشكل عام الأسواق الناشئة من العام الماضي وهي بتعاني، واضح تماما أن في أزمة بدأتها في تركيا وفي الأرجنتين، والأسعار الفايدة ارتفعت عندهم بشكل كبير، وده كمان كان أثر علينا، يعني على اعتبار ان هم جزء كبير من الاستثمار في ادوات الدين الحكوميه كان خرج من عندنا، توجه الى هذه الاسواق، وخاصه سوق تركيا باعتبار ان هو الاقرب مننا، وده تسبب في هزه كبيره في حجم الموارد الدولاريه الموجوده، لان زي ما حضرتك عارف احنا اعتمدنا الكلي على مدار السنتين اللي فاتوا او منذ برنامج الاصلاح الاقتصادي على الاستثمار في ادوات الدين الحكوميه من قبل الدوله، خاصة وإن الموارد اللي بتيجي سواء من قناة السويس أو من السياحة والعاملين بالخارج كانت ثابتة نسبيا، إلى بس الفترة الأخيرة اللي بدأت تتحسن فيها تحويلات العاملين في الخارج، وبدأت تعود السياحة وتتحسن تدريجيا، ويمكن ده إلى حد ما عوض شوية الفارق بتاع الاستثمار في أدوات الدين الحكومية اللي خرجت من مصر، وده كمان اللي عامل ضغط من قبل المركزي إن هو مش قادر يخفض الفايدة، واتكلمنا خلال العام الماضي كتير قوي، وتوقعنا ان صعب جدا المركزي يقدم على خفض اسعار الفايده خلال العام المنقضي، في ظل مش بس المساله اصلا مش مرتبطه بس بالتضخم، رغم ان التضخم تراجع دلوقتي، احنا بنتكلم في 10 وشويه، يعني المفترض ان سعر الفايده على الجنيه بيقارب 16% 17% و15% في الشهادات، فبالتالي المفترض ان هو يخفض اسعار الفايده، ومع هذا البنك المركزي كان بيثبت ليه؟ لان هناك عوامل اخرى، هناك عوامل الاستثمارات الاجنبيه او الاستثمارات اللي هي بنقول عليها الهوت ماني يعني، او الاموال الساخنه في ادوات الدخل او ادوات الدين الحكوميه، وبالتالي ما يقدرش يخفض عشان ما يحصلش تخارج اضافي، في ظل ان انت لسه مواردك مش متظبطه قوي، وفي ظل كمان ان انت عندك يعني أرقام كبيرة مضطر أنك تدفعها خلال العام الحالي، حوالي 15 مليار دولار سواء قروض أقساط قروض أو فوائد، فبالتالي صعب جدا أن أنت تقدم على خطوة زي ديت في التوقيت ده. تمام. طيب أنت لو حضرتك عايزين نظرة منك شاملة كده للاقتصاد المصري بشكل عام. مما لا شك فيه طبعا أن إحنا يعني أفضل حالا مما كنا عليه في البداية، وإحنا يمكن اتكلمنا كتير قوي أن الصعب عدى إلى حد كبير، خاصة مع التحريك اللي حصل في أسعار الوقود وخفض الدعم بشكل كبير، وخدمنا كمان التراجع اللي حصل في أسعار النفط مما لا شك فيه، بعد ما كانت الحكومة قد تكون مضطرة، ويمكن اتكلمت مع حضرتك في حلقات سابقة أن الحكومة قد تضطر أن هي ما تستناش لشهر 7 وتضطر ترفع أو تخفض الدعم على الوقود مرة جديدة قبل شهر 7 أو قبل البرنامج اللي كان موضوع من قبل يعني، لكن طبعا التراجع اللي حصل عالميا في أسعار النفط دعم بشكل كبير أن الدولة تستمر على البرنامج اللي هي كانت حطاه، وأن هي هتنتظر حتى شهر 7، يمكن بس الآلية الجديدة هي اللي تم يمكن التبكير بها شوية بالاتفاق مع الصندوق، المتعلقة بأن يبقى السعر بالنسبة للبنزين 95 يكون حر ويتحدد كل ربع سنة بناء على الأسعار العالمية وبناء على سعر الدولار، وده مما لا شك فيه هيقلل الضغط على الموازنة. تبقى الأزمة الأكبر بالنسبة للدولة أو بالنسبة للاقتصاد في الوقت الحالي هو حجم الدين. حجم الدين ضخم جدا، هو ده الحقيقة التخوف كله منه، لأنه ما زال بيتصاعد، وسواء الدين الداخلي أو الدين الخارجي، الدين في مجمله يعني، وحتى الأرقام اللي كانت الحكومة بتستهدفها اللي هي الوصول به إلى
85 إلى 80% في نهاية فترة الحكومة الحالية في 2022 أتصوره في ظل الظروف الحالية صعب، ما لم يجد جديد، لأن زي ما حضرتك عارف إن إحنا في مشكلة برضو برا، ويمكن برضو كلمنا في المواضيع دي كتير قبل كده، وقلنا إن إحنا مش عايشين لوحدنا، يعني مرتبطين بالعالم اللي بيحصل برا، وعارفين إن في أزمات في الاقتصاد العالمي وفي تباطؤ حاد جدا، والدليل عليه اللي بيحصل في أسعار البترول يعني، بالإضافة إلى الحرب التجارية اللي دايرة في الصين وأمريكا. فكل ده من شأنه التأثير أو من شأنه الضغط على معدلات النمو على مستوى العالم، وبالتالي ده هيحط ضغوط إضافية، مع طبعا الأسعار الفايدة اللي بترتفع على الدولار، وعشان كده حتى الحكومة بتفكر إن هي تصدر سندات بعملات أخرى في اتجاه اليوان والين وما إلى ذلك، على اعتبار إن هي تتجنب شوية سعر الفايدة المرتفع اللي موجود على الدولار في الوقت الحالي. طب احنا بنسمع عن الدين الداخلي مثلا في دوله زي اليابان ضعف الناتج المحلي، رغم كده تقييمها لم يتاثر ولم يقل، يعني مقارنه ظالمه تماما يعني. لا عشان يعني نبقى عارفين يعني، لا يعني مقارنه طبعا اكيد طبعا انا فاهم يعني، طبعا المقارنه ما تبقاش كده، هي الفكره كلها في القدره على السداد الدين. كويس. انت الموارد بتاعتك شكلها ايه؟ هل معرضه ان هي يحصل فيها هزه ولا لا؟ الانتاج، حجم الانتاج عندك شكله ايه؟ كل دي امور بترتبط بحجم الدين وبحجم انت المفروض المديونيه عندك ما تزيدش عن 60-70، ده الارقام الامنه يعني، ما تزيدش عن 60-70% من اجمالي الناتج المحلي، احنا بنتكلم في حوالي 95% او 96%. نعم. وكان مستهدف ان هي تنزل ل 94 او 92% في الموازنه بتاعه 2017-2018، لكن طبعا لسه ما طلعتش يعني الارقام الختاميه، لكنها ما زالت برضو في نطاق مش جيد اطلاقا يعني، لان زي ما قلت حياتك المساله مرتبطه بحجم الموارد عندك ومرتبطه بالاسواق المحيطه بالنسبه لك، وانت في الاخر سوق او اقتصاد تابع يعني، ده امر طبيعي ومنطقي ولازم الناس تبقى فاهمه الكلام ده. طب سؤال، ازاي نقدر نحسن من قدراتنا لمواجهه كل اللخبطه اللي بتحصل دي؟ تشجيع الاستثمار الخارجي لازم يعني، ما التركيز على البنية التحتية أمر جيد وكل حاجة، وعلى القطاع العقاري أمر كويس، وقلنا يعني الموضوع ده قبل كده، ألمانيا لما حبت تخرج من أزمة الحرب العالمية ظهرت المقولة بتاعت احفر حفرة واردمها، على اعتبار أن لازم الحكومة تبتدي تزيد من إنفاقها علشان تخرج الاقتصاد من حالة الركود، وده اللي الحكومة عملته في البداية فعلا، لكن التركيز كله منصب على قطاعات بعينها دون النظر الى القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، واحنا هنا دايما بنقول ما بنقولش للحكومه ابدا ان انت تعمل مصانع، الحكومه مش مطالبه انها تعمل مصانع خالص اطلاقا، ولا الحكومه مطالبه ان هي تعمل يعني شغل قطاع عام او ما الى ذلك، لا الحكومه مطالبه ان هي تعمل مناخ مناسب للمستثمر انه يجي يدخل عندك في الوقت الحالي. عملت تعديل في القوانين لكن ما زالت هناك عقبات كثيره جدا، وطبعا البيروقراطيه على راسها يعني، وقلنا برضو الكلام ده كتير قبل كده ان الجهاز الاداري يحتاج يعني اعاده هيكله شامله علشان خاطر البيروقراطيه، المحليات، الاجهزه الرقابيه وممارسه الاحتكار والكلام ده كله محتاج اعاده ضبط، والحمله اللي كنت حضرتك عاملها لسه من او يمكن ما زالت مستمره موضوع، وفاتني ان انا يعني اهني حضرتك بالحمله، الحمله جميله الحقيقه، ربنا يخليك بجد والله صحيح يعني، احنا بدأناها يمكن من سنه انا فاكر والناس يعني بدات من يناير ده بدات تصحى وتشوف فعلا فيه، بس الموضوع يعني خلال الفتره الاخيره زخم كبير صراحه، حد زخم كبير قوي، الشعب بدا يصحى، انا مش مؤيد قوي يعني بس ماشي. لا احنا بص احنا بنؤيد الاقتصاد الحر وآليات الاقتصاد الحر لكن في النهايه لازم يكون في عقلانيه يعني شوية. ايوه طبعا يعني يعني مسألة الاحتكار دي يعني مسألة دي هي وظيفة الدولة أساسا يعني، حتى احنا دايما بنقول ان الدولة في النظام الرأسمالي هي وظيفتها ان هي تراقب الأسواق وتنظم السوق وتضع التشريعات والقانون اللي يتيح المنافسة في سوق عادل أو يخلق السوق الحر بالزبط. لكن اللي بيحصل عملا ان لازالت موجودة برضو الممارسات الاحتكارية، وما زالت موجودة في بعض القطاعات ممارسات احتكارية واضحة جدا، وتحتاج لي يعني إعادة ضبط وإعادة نظرة من قبل المسؤولين ومن قبل الدولة علشان المسألة بالفعل يعني في موضوع التوكيلات السيارات وما إلى ذلك المسألة يعني، والموضوع ده من زمان على زمان فكرة، بس هي الناس لسه واخدة بالها من دلوقتي من بعد موضوع الجمارك بالزبط. لكن التوكيلات والمصنعين في مصر بيمارسوا ممارسات احتكارية
يعني حاجه يعني صعبه، عشان قريب كمان من الموضوع ده باعتبار ان انا يعني اخويا عنده في بيشتغل في المجال ده، فانا عارف اللي بيحصل في هذا المجال، وعارف قد ايه في ممارسات احتكاريه قويه جدا ومحتاجه بالفعل ان الدوله تتدخل ويكون في وقفه لهذا الامر. يعني جميل، ده احنا بنحييك على تأييدك وتشجيعك للاراده المصريين وحمله خليط صوت زيرو جمارك وكل الحملات الشعبيه احنا عايزين بعد كده نتيجه ايجابيه. اعتقد ان الوعي عند المواطن لما يكون انه يؤمن ان هو فعلا يكون ليه دور ايجابي قوي، اعتقد ده الرقم واحد في محاربه الجشع والاحتكار. من سنه او سنتين كده انا كنت قلت لحضرتك قبل موضوع الدولار، قبل ما يحصل التحرير، قلت لك لو المواطن فهم ان توقفه عن الانفاق الاستهلاكي هو السبب في تحرك سعر العمله، الموضوع هيختلف تماما. بالظبط، يعني في النهايه اللي بيعمل تحرك في سعر الدولار ايه؟ هو الطلب. يعني لو لو الطلب ده توقف نسبيا هيحصل تغير في سعر الصرف، امر طبيعي جدا، لان انت في النهايه معظم احتياجاتك مستورده، وفاتورة الواردات بتاعتك كانت بتوصل ل 80 و90 مليار دولار. فبالتالي لو، وكلها على فكرة انفاق معظمه استهلاكي يعني مفيش انتاج، فبالتالي لا، في منهم طبعا جزء كبير مدخلات انتاج امر طبيعي، لكنه بيصب في الجانب الاستهلاكي برضه. تمام، يعني مدخلات انتاج لسلع استهلاكية برضه. فلو المواطن فطن الى هذا الامر وعمل نوع من هذه الحملات في بعض السلع التانية، مش بغرض ان انا يعني مش ضد القطاعات التانية او مش ضد الصناعات عموما يعني، ولكن اقصد ان التوقف مؤقتا على الطلب في بعض السلع ممكن يعمل تغير حقيقي في سعر الصرف، لان في النهاية الطلب ده هو اللي متسبب في الصعود اللي بيحصل او على مدار السنين اللي فاتت. يعني احنا دلوقتي عندنا الحمد لله بقى لنا سنتين في استقرار نسبي في سعر الصرف، لكن يعني هو ده اللي عمل الصعود الكبير قوي اللي حصل في الفترة اللي فاتت. طب انت شايف حركة الاصلاحات الاقتصادية بدأت تنعكس؟ لا طبعا، لا يعني صعب قوي ان هي تنعكس على المواطن دلوقتي خالص يعني، ما زال المواطن بيعاني وما زال هو البطل الاكبر يعني في هذا البرنامج الاصلاحي، لان الاسعار زي ما حضرتك عارف يعني، وبسبب برضو غياب الرقابة جزء كبير منها اسعار منفلتة تماما، فالمسألة صعبة في ظل ثبات مستويات الدخل او التغير الطفيف فيها، يعني يمكن باستثناء الحكومه ممكن يكون فيها بيحصل فيها نوع من زياده الدخل نسبيا، لكن مثلا في القطاع الخاص ما فيش خالص، بل بالعكس في عمليات تسريح وفي بطاله، فالمساله صعبه جدا انه يواجه الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي احنا فيها، والمساله هتاخد وقت، واحنا قلنا الكلام ده كتير، مش بالبساطه دي تقدر تخرج من 7 سنوات او 8 سنوات بلد فيها متوقفه تماما، لأن دايما الناس يعني، وأنا بحب أعيد وأكرر كل مرة هذا الكلام، أنت الاقتصاد بتاعك حصل فيه انهيار كامل من 2011 بالظبط إلى حد 2015 2016، مفيش اقتصاد، يعني البلد كانت متوقفة تماما، وكنا لما بنقول الكلام ده ساعتها كان يقول لك ده بيخوفونا بعجلة الإنتاج وبتاع، وكانت الصيحات تطلع يقول لك ناكل طوب ومش مهم بس الحرية ومش عارف يا جماعة، ما يعني لازم يبقى فيه شوية منطق، الاقتصاد بينهار حقيقي. فاللي حصل ده كان ثمنه هو اللي احنا بنشوفه يعني، لولا هذه الاصلاحات كانت ممكن تشوف مصر ببساطه شديده زي اللي بيحصل في فنزويلا كده، تلاقي العمله بتنهار وتلاقي مفيش سلع، وتلاقي الجهات السياديه بدل ما بتنزل تحمي منشات حكوميه بتحمي منشات بتبيع سلع استهلاكيه مثلا. بالظبط، لان الانهيار الاقتصادي يعني الناس ما شافتوش وما تعرفوش، فالانهيار الاقتصادي ده كارثه، فلولا هذه الاجراءات الاصلاحيه اللي كنا مضطرين ليها لتاخرنا حقيقي فيها طبعا، كنا مضطرين ليها. نعم، دايما انا احب اقول الكلام ده، كنا مضطرين ليها، مضطرين ان احنا نحرر سعر الصرف، لان لو كنا اتحركنا من البدايه ما كناش هنصل الى درجه الاضطرار اللي حصلت في الاخر، لكن بسبب الظروف السياسيه وبسبب النظام السابق وبسبب المحاولات اطفاء ان الامور تمام وبتاع، هو ده اللي تسبب في ان الامر او الجاب كبرت قوي، وان التدخل هيبقى حاد وعنيف وقاسي، وهو ده اللي حصل. فعشان تخرج من ده كله لازم هتاخد فتره عشان يحصل نوع من التعامل مع الاسعار الجديده واسعار الصرف، ويبتدي المواطن يشعر بتحسن في مستوى المعيشه ويزيد دخله، مساله هتاخد وقت. جميل، بس اعتقد هتاخد وقت بس هنوصل لها ان شاء الله، يعني كلنا بنامل في ده طبعا، يعني كلنا بنامل في ده. وهرجع اقول ان في برضه حاجات لازم تتم، يعني لازم زي ما قلت في البدايه ان احنا نعيد النظر مره ثانيه على التصنيع، ونعيد النظر على القطاع الزراعي، ولازم
يبقى الأمر يعني ما ينصبش فقط على القطاع العقاري وما ينصبش فقط على التشييد والبنى، لأن دي كلها في النهاية مشاريع مؤقتة بتشغل وبتعمل تشغيل، لكن على المدى الأطول احنا يهمنا يكون في إنتاج، ويهمنا أن يكون في تصدير، ويكون في حركة، ويكون في نشاط في البلد. فده كله مش هيجي إلا بالاستثمار أو تشجيع الاستثمار أو بتحسين مناخ الاستثمار. كل اللي احنا بنشوفه بنشوف كلام، لكن كنتائج يعني حضرتك الاستثمار المباشر تراجع السنة دي، احنا بنتكلم في 7.9 بقى 7.7، وكمان لو شلت البترول يبقى 3 مليار دولار استثمار مباشر، يعني أرقام متدنية جدا وضئيلة جدا لا تتناسب مع حجم مصر ومع حجم الإصلاح الاقتصادي ومع حجم سعر الصرف. مهما كانت بره في أزمات ومهما كان، لكن رقم متدني جدا لازم يعاد النظر فيه يعني. طيب سؤال هنا، رغم من الجهود الموجودة النهاردة احنا على مستوى الانتاج الزراعي، تم إطلاق العيد للمشروعات الزراعية الكبيرة وتحت الفرصة للناس تخش تشتغل فيها وتملك فيها زي 1.5 مليون فدان، مشروعات الصوب الزراعية العملاقة. طيب هياخد وقت. مستوى حتى المناطق الصناعية الجديدة اللي بتتعمل بشكل مختلف اعتقد، بس فعلا بتاخد الحاجات دي بتاخد وقت طبعا. ده اللي انا قلته، بس احنا بدأنا يعني اعتقد انت عشان يبتدي المواطن يشعر بهذه الامور هياخد وقت. يعني مش ممكن هيبقى في يوم وليلة، ما احنا متفقين ان 7-8. اصلا انت من السهل جدا انك تهدم الشيء، سهل جدا بالظبط، لكن من الصعب جدا انك تبني، والبنى بياخد وقت اطول. فعشان تبني اللي تم هدمه في خلال 7-8 سنين اللي فاتوا دول هتاخد وقت، امر طبيعي جدا. احنا اقتصاد بلد كان 100 مليون بني ادم من 2011 مات تماما، مالوش ايرادات، مالوش اي حاجه تماماً. حتى المصانع وقفت، كنا بننادي ساعتها لو تفتكر على طول كان التلفزيون ما فيهوش اعلان واحد لو تذكر، ولا جورنال يعني ولا اي حاجه ولا اي شيء، في اعلان واحد لمده سنتين وثلاثه، كله كان بيشتغل مظاهرات وكله مظاهرات فئويه وتحولت الى مظاهرات فئويه، ودي اخطر حاجه كانت على الاقتصاد، المظاهرات الفئويه اعتقد طبعا دمرت جزء كبير. ودي كان من ضمن الأسباب اللي طلع فيها البند الأجور من 93 مليار إلى 266 مليار، دي حقيقة. والدعم بعد ما كان 93 أو 92 مليار نط ل 340 مليار جنيه، كل دي بنود بسبب اللي كان حاصل في الوقت ده، دي حقيقة. طيب لو احنا اتكلمنا عن بعيد عن المشاهد الاقتصاد وتحدثنا إلى البورصة، يعني البورصة المصرية أعتقد في 2019 آخر الشهر دلوقتي من بداية 2019 تمام. تقييمك للأداء؟ طيب يعني كخبير بقى أكيد أنا طبعا مش أصل الناس دايما تسمع إيه عضو مجلس إدارة البورصة، فأول ما البورصة تنزل يقول لك البورصة اللي شوف خرب البورصة. طب فاهم يعني إيه علاقة مجلس إدارة البورصة بنزول البورصة أو بطلوع البورصة؟ أنت طول عمرك يعني خبير ومحلل فني طبعا، يعني حتى حضرتك وأنت بتعلن على الحلقة فتلاقي الناس عمالة بتتكلم يعني بورصة إيه، يعني أنت جايب ده عضو مجلس إدارة البورصة لا بس أنت معروف يا أستاذ إيهاب طبعا، الله يخلي حضرتك. يعني اللي أنا عايز أقصده يعني إن البورصة هي زي ما دايما بنقول كده، يعني حتى يعني الكلمة بقت شائعة جدا، هي مرآة للاقتصاد. فلو الاقتصاد منضبط وأداء إيجابي البورصة هتصعد، لو الاقتصاد بيعاني أو خارج من ظروف صعبة أو في ظروف صعبة لازم البورصة هتهبط. الموضوع ملوش أي علاقة بالجهة الإدارية اللي بتدير الموضوع، في النهاية ناتج من واقع اقتصادي. يعني ما مش ممكن الناس لحد دلوقتي، حتى المستثمر لسه مش فاهم النقطة دي، هو دايما يفهمها أو بيسمعها وبيكررها لكن لما بيخسر بينساها. فاللي بيحرك الاقتصاد، اللي بيحرك البورصة في النهاية هو الواقع الاقتصادي. البورصة ممكن تكون بتستقرئ شوية فبتبتدي تبدأ تطلع أو تنزل تبعا للتوقعات المستقبلية. فالتوقعات خلال الفترة اللي فاتت كانت سلبية إلى حد ما، في يعني ظروف كتيرة جدا أثرت على وضع البورصة من شهر 5/2018 لحد نهاية السنة، وتأثرت كمان على قيم وأحجام التعاملات بشكل كبير جدا. وبدل ما كنا بنعمل في بداية السنة حوالي 2 مليار وصلنا أننا في آخر أسبوع نعمل في الأسبوع كله 2 مليار جنيه، يعني بعد ما كان الجلسة الواحدة 2 مليار بقينا نعمل في الأسبوع كله 2 مليار جنيه في 5 جلسات. نعم. فالأحداث دي كلها وصلت البورصة إلى التراجعات اللي احنا شفناها. الفترة الأخيرة القصيرة الأجل القوي دي بدأت البورصة إلى حد ما يعني تستعيد تعافيها نسبيا، وبدأت تعاود الصعود مرة تانية، وشفنا الشهر اللي فات شهر يناير يمكن يعني من أفضل الشهور على مستوى الشهور الأخيرة، ارتفعت فيه السوق ووصل المؤشر إلى قرب 14 ألف نقطة،
ويمكن احنا تجاوزناها كمان 14 ووصلنا الى 14300 النهارده وكسور يعني. ده كله يعني اعتقد ان هو في طور تعويض خسائر على مدار الشهور اللي فاتت، لان احنا نازلين من 18600، فطبعا كل ده ما عملناش حتى 50% من النزله. فالارتفاع انا بتصور انه احنا ممكن نكمل لحد 15 وممكن نشوف كمان 16000 نقطه، لكن هيكون الامر مرتبط بالاوضاع الاقتصاديه سواء محليا او دوليا. لان زي ما قلت لحضرتك احنا مطالبين خلال العام الحالي بحوالي 15 مليار دولار هيتم سدادهم. ايه الموارد هيحصل فيها، ايه الظروف في اسعار الفايده، ايه اللي هيتم، هل البنك المركزي قد يقبل او يعني يقدم على في طرح سندات باجل اكبر، وده بيدي فرصه لل طبعا اعاده هيكله الدين يعني. اعاده هيكله الدين بالظبط، لكن انا اقصد الاثر اللي ده ممكن يحصل ايه على البورصه لو حصل تغير في اسعار الفايده. يعني ان البنك المركزي كل جميع يعني منتظر متى يقدم المركزي على خفض اسعار الفايده. اعتقد ان الخفض لو حدث يعني هيكون اثره ايجابي جدا. مش هقول ان احنا هنرجع 18000 نقطه تاني، لان المساله دي صعبه، خاصه وان احنا مخلفين خسرانين كتير جدا يعني خلال النزول الكبير ده، في خسرانين كتيره جدا متعلقين فوق، فبالتالي مع اي ارتفاع هتبص تلاقي البياع بيبتدي يظهر، وده امر طبيعي ومنطقي، فبتحتاج اخبار ايجابيه قوي او قويه قوي عشان تدعم السوق ان هو يبتدي يطلع. فاذا حصل في خفض الاسعار الفايده مع وده ادى يعني انطباع جيد للحكومه فتبتدي تسارع بعمليات الطرح، ده من شأنه اعتقد ان هو ممكن يغير من النظره بشكل كبير، وممكن نشوف بقى ساعتها مستويات اعلى من ال 16000 نقطه اللي انا متصورها يعني خلال عام 2019، هتبقى في مناطق ال 15-16000 نقطه كمستهدفات ما لم يحدث جديد سواء في اسعار الفايده او في برنامج الطروحات الحكوميه، مش الطروحات اللي هي شركات بتزود حصصها. نعم اللي هم خمس شركات اللي احنا بنتكلم عليهم دول، لا احنا بنتكلم على الشركات الجديده اللي هيتم طرحها. بالنسبه لموضوع الطروحات يعني انت شايف توقعاتك ايه لطرح الشركات الحكوميه والتوقيتات يعني؟ ما هي التوقيت انا شايفه دايما مناسب يعني على يعني انا بختلف مع البعض ان هو يبتدي يقول لك عفوا البورصه مش مهيئه، البورصه ده طرح حكومي مش طرح قطاع خاص. لو طرح قطاع خاص كنت قلت ده الوقت مش مناسب، لكن طرح حكومي الموضوع متغير تماما، لان الطرح الحكومي الناس متعطشه ليه والسوق متعطش ليه جدا. احنا بنتكلم في 14 سنه دلوقتي، الحكومه لم تطرح شركه من 14 سنه، فتخيل حضرتك مدى التحفز للشراء في الاكتتابات الحكوميه. انا اعتقد ان دي وحدها كفيله بانجاح الطرح. شريطة طبعا يكون في تسعير جيد، يعني ممكن اتغاضى شويه عن مساله الترويج لان الطرح الحكومي ممكن يروج لنفسه بنفسه بالزبط. لكن التسعير هو اللي مهم جدا، وده اللي احنا خايفين منه كلنا بامانه يعني. بمعنى ان يبقى في مبالغه خوفا من عمليات الـ 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 الكلام اللي كان بيتقال زمان، الفساد والخصخصه والمش عارف الكلام الكبير ده وظاهره الايدي المرتعشه، وانا ليه انزل ب 18 ما تخليه ب 20، الحاجات اللي هي من هذا القبيل يعني. فمسألة التسعير هي مسألة مهمة جدا، خاصة ان الحكومة اعلنت عن طريق وزير قطاع الاعمال ان هي لا تهدف للربح، وده الامر الطبيعي تماما. هي تهدف لتخارج من مجموعة شركات ممكن تاخد الفلوس بتاعتها وتعيد هيكلة شركات تانية خسرانة عندها وتعيد طرحها برضو في البورصة. فبالتالي مسألة ان هم عايزين يكسبوا دي مش واردة، فطالما دي مش واردة يبقى لازم التسعير يكون جيد، لازم تدي فرصة للمكتتب ان هو يكسب، لان لو ما اديتلوش فرصه خاصه في الاكتتابات الاولى يبقى هتبقى ضربه قاسمه. نعم. للبرنامج الطروحات كله. الاليه كان طرح قبل كده اليه متوسط الاسعار تقريبا. لا ده بالنسبه للشركات الموجوده اللي موجوده الجديده بقى 10% تحت وفوق. دي بالنسبه للشركات اللي هي اصلا هيزيد فيها حصص موجوده زي الشرقيه للدخان والكلام اللي اتقال على شركات سيدي كرير ومصر الجديده للاسكان وما الى ذلك، لكن الشركات الجديده هي القصه كلها في الجزئيه دي اللي هي الناس منتظرينها. وحتى احنا قلنا ان الشركات اللي هي زياده حصص دي مش هيكون ليها اثر على السوق، وحتى تاجيل الشرقيه للدخان لما تاجل انا شخصيا ما كنتش مع التاجيل ده خالص خالص، وحتى الوزير نفسه كان قال لنا ان هو مش يعني ما يعنيهوش التسعير قوي يعني، هو اللي بيعنيه انه يبقى في مصداقيه للدوله امام المستثمر الاجنبي وامام الصندوق وامام الناس كلها ان احنا وعدنا ان هنطرح، فبالتالي احنا طرحنا. مسألة بقى بكام وليه والسعر متدني ومش عارف ايه، هو ده اللي انا بخاف منه يعني، هو ده الخوف كله
ان الحكومه تبقى ايدها مرتعشه في الجزئيه دي. الدوله لا يعنيها تسعير الشركه اللي هتطرحها في البورصه خالص، ما ينفعش ما ينفعش. الدوله ما لا تهدف للربح. الدوله لما بتيجي تعمل مرافق هي مش بتعملها عشان تاخد فلوس من الناس، دي بتعملها لان دي وظيفتها. فالدوله اصلا في النظم الراسماليه لا تمتلك، الدوله بتدير زي ما قلنا. فلما تيجي تتخارج ما ينفعش تتخارج كتاجر، يعني ان هي هتبيع بقى باعلى سعر عشان ابقى تاجر شاطر وكسبت وكسبت الدوله، لا، لان انت ممكن تتخارج باسعار متدنيه لاهداف ابعد، لانك تجيب بعد كده مستثمر اجنبي يدخلك عندك 4-5 مليار. يعني فاكر حضرتك رخصه الاتصالات اللي اتباعت ب3 مليار دولار؟ رقم يعني خزعبلي، رقم غير عادي. كان كل ده ناتج من ايه؟ ناتج من الاجراءات اللي كانت بتعملها الحكومه قبلها، وان هي كانت بتطرح شركات، وكانت بتطرح شركات باقل من القيم العادله، فلما جت طرحت رخصه الهوا كده باعته ب3 مليار. هي دي نفس القصه. فالدوله مش بتهدف من بيع شركاتها دي ربح، ولازم المسؤول عن هذا الامر يبقى فاهم هذه النقطه تحديدا، مهما كانت بقى الضغوط ساعتها الشعبيه، الضغوط الصحفيه، الضغوط الاعلاميه، ان انتوا هترجعوا تخصخصوا، ان انتوا هترجعوا تعملوا مش لا، لو هتطرح تطرح بسعر تدي فرصه للمصري اللي هو بيكتتب ده اساسا. ما هو ده مش جاي من المريخ اللي هيشتري السهم ده، ده راجل مصري برضه مواطن يعني كويس. هو اللي هيشتري السهم، فبالتالي اديله فرصه يكسب. ماشي، بس هو في النهايه برضه ما هو تسعير عادل يحقق مصلحه الطرفين. يعني ده يكسب يعني لازم ما يبقاش السعر ب 16 مثلا، القيمه العادله تطلع ب 16 فيقوم طرحه ب 17 عشان يبقى احنا كده في الامان، ما حدش يقول لنا انتوا ليه طرحتوا ب 16. تمام، انت لازم تطرح فوق القيمه العادله. لا، انا مش عايز كده، انا عايزك لما يبقى ب 16 تطرحه ب 15 عشان اللي داخل يكتتب ده يبقى داخل يكتتب عشان يكسب الجنيه ده، لان في النهايه هو لو مش هيلاقي ان هو هيكسب الجنيه مش هيكتتب، فمش هتبيع، فمش هينجح الطرح. فده امر منطقي وبديهي. يعني زي اللي بيقول لك انتوا ليه ما بتطرحوش شركات خاسره الاول مثلا؟ طب ومين هيشتري الشركه الخاسره يعني؟ ما هو المفترض ان اللي داخل يستثمر ده فاهم. بالظبط، انت ليه تبيع الشركات الكسبانه؟ ما المفروض ما تبيعهاش. مين قال ان هو بيبيعها؟ الحكومه تتخارج مش بتبيع، لان الحكومه لا يصح انها تملك. الحكومه تدير، تنظم، تراقب، تعمل امن، تعمل فضاء، تعمل مرافق، تعمل تعليم، تعمل صحه، مش تدير. ايه اللي انا هستفيده كمواطن لما الدوله تبقى عندها فندق؟ ايه اللي انا هستفيده يعني؟ مفيش اي استفاده راجعه عليا خالص. فبالتالي لازم الدوله بتتخارج، يبقى لازم افكر بهذا المنطق. عشان كده انا قلت لحضرتك انا مش موافق خالص على تاجيل الشركات الدخان. ليه تاجل؟ عشان السعر نزل. طب ما ينزل، ايه المشكله؟ وحتى وزير قطاع الاعمال قال لنا كده، قال لنا ان هو مش يعني بس المشكله فرده. انت منتظر هنا حصيله من طرح او زياده النسبه المطروحه في البورصه، مستني حصيله عشان بتعمل بيها حاجه تانية. حلو قوي. يبقى انا هنا بنظر تحت قدمي. الحصيله لما تقل من هنا ما انت هيعجزك. انا هنا بنظر تحت قدمي، زي اللي بيعمل تخفيض، زي اللي بيعمل مثلا محل وعامل حمله تخفيضات. قد يكون التخفيض ده احيانا هو بيخسر فيه، لكن هو عايز يجيب الزبون يدخل المحل عشان يشوف حاجه تانية. عشان يشوف حاجه تانية، زي ما بتعمل سلاسل السوبر ماركت الكبير، بتبيع لك احيانا سلع بارخص من ثمنها علشان تجيبك تخش تاخد سلعه تانية. فهي دي الشطاره بقى. انا مش هدفي ان انا ادي لك النهارده بسعر عشان ابيع لك حاجه تانية بسعر اعلى، لا، انا عايزك تيجي تخش تستثمر عندي في البلد، تستثمر وتعمل مصنع وتعمل تشغل عماله وتعمل لي نمو وتساعد في نمو الناتج المحلي، لكن انا مش عايز ابيع لك كتاجر خالص خالص. ولا المفروض ان انا افكر كده نهائي، ان انا بقى مستني حصيله معينه فمش هبيع الا لما تجيلي؟ لا، ده كلام نوت لوجيك يعني. والا الدوله تتوقف عن عمل المرافق لما الاسعار زادت. يعني نفس القصه، لما الدولار زاد بقى فالمرافق غليت، فالدوله ما تعملش مرافق بقى عشان الاسعار كده عليت. طيب، بس يعني برضه سرزال دي نقطه نقدر نقول خلافيه شويه. يعني برضه ليه دايما احنا يعني بننظر ان حاجه الدوله لازم تبقى رخيصه؟ اطلاقا ما انا ما قلتش رخيصه خالص. انا قلت لحضرتك، اديتك مثال، قلت لحضرتك لو هي مثلا ب 16 احيانا بسبب الايادي المرتعشه اقول لك انا ايه، بسبب اللي حصل بقى زمان وفساد والخصخصه ومش عارف ايه، وده فلان اتحبس وده فلان اتحبس و25 سنه و15 سنه، فيجي يقول لك طب انا ابيع ب 16 ليه؟ ب 17 ما ياكش ما تتباع، انا مالي باع ب 17 عشان ما حدش يقول لك ده فساد وما فسدش. طب انا استفدت ايه؟ لكن انا ما بقولكش بيعها ب 16، بقول لك بيع ب 15، ما بقولكش بيع ب 8 يعني. ما بقولكش يعني اديله فرصه يعني، ادي 5% فوق تحت داون كده، هو الكلام اللي بيتقال كده. لكن واقعا انا يعني خايف انها ما تبقاش كده،
يعني عملا الكلام اللي بيتقال ان احنا طبعا لازم هيبقى فيه تسعير عادل ولازم هيبقى فيه نسبة اقل من السعر العادل عشان ندي فرصة للمستثمر ان هو يكتتب ويكسب، لكن انا خايف ما يبقاش كده، يعني يبقى كلام بس لكن ما نوصلش للدرجة دي. واللي خوفني قوي تأجيل الشرقية للدخان. بس كانت برضو التأجيل كان اعتقد له سبب النزول الحاد في القيمة. ما لا يعني الدولة خاصة ان مشتريها كان موجود، يعني في ناس موجودة ان هي عايزة تزود حصتها في الشرقية للدخان، وبالتالي كان هيشتريها في جميع الاحوال، سواء نزلت سواء طلعت هو هيشتري، فمشتري موجود، فبالتالي ما كانش يفرق قوي ان انا كان زماني طرحت شركتين ثلاثة كمان، يعني بعد الشرقية للدخان دي كنت طرحت شركتين ثلاثة. انت شايف ان السوق بوضعه الحالي وقوته الحالية قادر على استيعاب الطروحات الحكومية بشقيها، سواء الموجودة بتزيد نسب الطرح او الجديدة؟ هو السوق لازم تطرح فيه شركات، السوق اصلا في مشكله انه ما فيهوش بضاعه، يعني الـ 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 ودي كانت حتى من ضمن يعني اهدافنا لما جينا نترشح في مجلس اداره البورصه، ان السوق لازم يكبر، ما ينفعش السوق يبقى ما بيجيبش 15% من اجمالي الناتج المحلي، ما ينفعش بعد ما كان في 2008 يوصل ل 70 و 71% من اجمالي الناتج المحلي، وده الطبيعي دي الارقام العاديه. احنا دلوقتي 15%، يعني القيمة السوقية كلها حوالي 700 مليار او 700 وشوية مليار، تمام، بنتكلم في اجمالي ناتج محلي 5 تريليون وربع، فطبعا يعني شيء يعني لا يتناسب اطلاقا مع اجمالي الناتج المحلي. ومستثمرين اجانب كتير لما بيجوا عايزين يستثمروا في البورصة ما بيلاقوش بضاعة يشتروا فيها، فلازم البضاعة تبقى موجودة. مين اللي هيوفر البضاعة دي؟ قطاع عام وقطاع خاص. نعم. لو قلت حضرتك قلت لي القطاع الخاص مثلا، هل البورصة تتحمل طروحات قطاع خاص مثلا دلوقتي؟ ممكن اقول لك لا، يعني نستنى شويه، لكن انا فرقت بين الاثنين في البدايه. قلت لحضرتك ان البورصه متعطشه جدا 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 للطروحات الحكوميه جدا، يعني اي مستثمر سواء جديد او حتى كان في البورصه وخرج من زمان، اول ما هيسمع ان في طرح حكومي هيبتدي يدخل على طول، هيبتدي يكتتب. دايما الناس عندها ثقه في شركات الحكومه، بالإضافة للذكرى السعيدة القديمة، ذكريات سعيدة كتير جدا، ناس كتيرة جدا عملت فلوس كتير جدا من الطروحات الحكومية، سيبك من أنه خد الفلوس ودخل بعد كده في البورصة وخسر والكلام ده، لا أنا بتكلم على طرح كطرح فقط، دخل اكتتب في الطرح وحقق أرباح وخرج، كتير جدا من الناس عملت كده، وكتير جدا ناس حققت مكاسب. فعشان كده في أي وقت البورصة محتاجة إلى طروحات حكومية، سواء بقى كانت طالعة سواء كانت نازلة، هي دي اللي هتجيب مستثمر سواء جديد أو مستثمر من بره. بعض الناس يقولك لا البورصة دلوقتي ضعيفة وما تستحملش، ما تستحملش طروحات قطاع خاص، خاصة بعد اللي حصل في الطرح الأخير والسهم اللي نزل سعر تحت سعر اكتتابه. الفكرة دي حصلت قبل كده من فترة في سهم آخر وعملت مشكلة للطروحات اللي بعديه بالظبط، وكانت محتاجة وقت عبال ما تتنسي. فالقطاع الخاص هو اللي ممكن يبقى عنده أزمة شوية في الطرح في الفترة اللي جاية، لكن القطاع العام أو الحكومة في أي وقت البورصة جاهزة لاستقبال طروحات، وساعتها هنلاقي الفوليومز اللي هي مليار جنيه دي مع الطروحات الحكومية هتلاقيها 3 و4 مليار، يعني اللي هي بتجيب فلوس من بره طبعا بره السوق. طبعا طبعا زي ما قلت حضرتك، بتجيب يا إما المستثمر اللي كان في البورصة وخرج هيجي تاني لأنه عارف إن الطروحات الحكومية بتحقق أرباح، يا إما المستثمر الجديد خالص اللي ما كانش في البورصة قبل كده وما يعرفش البورصة هيجي يستثمر في الاكتتابات الحكومية. طبعا المستثمر الأجنبي ده منتظر أساسا، المستثمر الأجنبي اللي بره هو عايز بضاعة جديدة عشان يخش يشتري فيها، فبالتالي هيخش هيكتتب، فدي هتجيب لك سيولة من بره، هي دي اللي هتعمل لك تحول في سواء في الفوليومز او في اتجاه السوق. هل انت متوقع امتى ممكن يتم برنامج؟ والله احنا بنامل، يعني حضرتك من 2016 حتى الان ما تصريحات فقط وتغير في الحكومات ومفيش جديد، يعني يمكن بس لما قعدنا مع الوزير هشام بيه توفيق في اللقاء الاخير كلنا استبشرنا خير جدا، لان لما قال الكلام اللي كنت بقوله حضرتك ان الدوله لا تهدف، الدوله مش تاجر والدوله لا تهدف ان هي تكسب، اللي هو الكلام الطبيعي اللي احنا عارفينه كلنا واللي المفروض ان اي حكومه تكون بتنفذه يعني. فبالتالي كلنا استبشرنا خير، لانه اكد ان الشرقيه للدخان هتنزل وان المشتري موجود وان الشركه هتدي مصداقيه سواء للي بره او للي جوه، ان احنا جادين في موضوع طرح الشركات. ثم بعد كده فوجئنا ان الموضوع اتأجل ليه؟ لحد ما الأسعار تبتدي تتحسن. طب البورصة طلعت وبدأت تتحسن، ليه الحكومة حتى الآن لم تطرح أو تعلن عن الطرح؟
عارف حضرتك التصريحات اللي هنسمعها الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع والموضوع يمتد ويتأجل، لكن محتاجين ناخد قرار. محتاجين فورا ناخد قرار ويبتدي يتم الإعلان ويتم التنفيذ فورا. انت شايف اكتر القطاعات ايجابيه في البورصه الايه دلوقتي؟ هو يعني يبقى قطاع البنوك طبعا هو الاكثر ايجابيه على طول، هو قطاع البنوك ايجابي وان كان يعني هو منصب على سهم واحد لكن هو على طول ايجابي القطاع البنوك نتيجه طبعا الاستثمار في ادوات الدين الحكوميه، حتى موضوع الضريبه او تعديل الحساب بتاع ضريبه الاذون والسندات ما اثرش قوي او مش من المتوقع انه ياثر قوي، فسيظل قطاع البنوك هو الافضل. القطاع العقاري طبعا بيعاني مما لا شك فيه، ولو تذكر حضرتك اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، طبعا القطاع العقاري صعب جدا ان يكون فيه طفرات كبيره في الاسعار لان في الاقتصاد الحقيقي القطاع العقاري بيعاني. ممكن يجي قطاع التشييد ومواد البناء برضو كاداء جيد بعد القطاع البنوك نتيجه للطلب الكبير في المشاريع الحكوميه اللي موجود على مواد البناء، فده اللي ممكن يكون فرصه جيده سواء الحديد الاسمنت مواد البناء بشكل عام. تمام. هي دي اللي ممكن يكون ليها متوقع ليها اداء ايجابي خلال عام 2019 ان شاء الله. ان شاء الله. في اعتقد الاجتماع قريب لجنه السياسات النقديه البنك المركزي، توقعاتك لاتجاهات سعر الفايده التثبيت ولا الخفض ولا الارتفاع؟ حتى الان لم يجد جديد، فالتثبيت هو الاقرب يعني خاصه بعد التراجع الاخير اللي حصل في الدولار الغير مبرر اطلاقا طبعا. انت شايفه يعني ازاي التراجع ده؟ غير مبرر اطلاقا طبعا، يعني بأمره ايه يعني؟ ايه اللي حصل في مواردنا عشان يحصل تراجع في سعر الصرف؟ ايه اللي حصل في الموارد يعني؟ موارد ثابته زي ما هي ما حصلش فيها تغيير. عندك 15 مليار دولار زي ما اتفقنا في البدايه لازم يدفعوا السنه دي، فما فيش ما يدعو ان يحصل تراجع. انا اتصور ان هو ناتج من التصريحات، ان هو رد مضاد للتصريحات اللي تمت من محافظ البنك المركزي فقط لا غير يعني. ومع الوقت انا متصور ان هيحصل عوده للاسعار اللي احنا كنا عليها اللي يعني 17 90 18، وممكن خلال العام 2019 ما لم يجد جديد ان احنا نشوف اسعار اعلى من كده كمان، وده توقعات الصندوق وتوقعات المؤسسات الاجنبيه في كل حته يعني. فانا يعني شايف ان الاقرب للحدوث في الفايده خلال الاجتماع القادم ممكن يكون التثبيت، لكن لسه الخفض شويه يعني. لسه الخفض شويه اعتقد يعني. تمام استاذ ايهاب سعيد، شكرا وسهرناك. لا يا فندم ده شرف ليا. وشاكرين جدا حضورك معانا. شكرا لحضرتك. شكرا لكل المشاهدين اللي شافونا في الوقت المتاخر. لا احنا كده حوارنا الاولاني انتهى، اتكلمنا عن او اشار ضيفي في بدايه حديثه الى الانتاج والصناعه والتصنيع هم نقدر نقول طوق النجاه لتقدم وانطلاق الاقتصاد. ده اللي هنناقشه في فقرتنا الحواريه الثانيه مع ضيفنا الاستاذ دكتور احمد عبد الحي، هنناقش معاه كيف نصنع او يعني نطبق في مصر منظومه انتاجيه قويه فعلا تقدر تساعدنا ان احنا ننطلق اقتصاديا. كل الشكر لضيف الاستاذ ايهاب سعيد عضو مجلس اداره البورصه المصريه وخبير الاقتصاد الكبير. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. فاصل اعزائي المشاهدين ونلتقي مع ضيفنا الاستاذ الدكتور احمد عبد الحي استاذ استراتيجيات القياده في جامعه ماستر خيت هولندا، ونتكلم عن الانتاج في مصر.